الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قرر التكفل برحلة حج لأم الشهداء وكل أم لشهيد استشهد خلال العملية الإرهابية اللي ضربت مسجد الروضة، وأيضا لأحد أفراد أسرتها أو أسرة كل شهيد في هذا الحادث الإرهابي. كمان قرر شيخ الأزهر كمان أنه ينشئ معهد ديني أزهري للتعليم الابتدائي والإعدادي في مدينة بئر العبد.